أخبار اليوم. سيادة الوزير هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، مرحب بك في بعوض أخبار اليوم. أهلا بك يا فندم وأهلا بكم أخبار اليوم. في البداية سيادة الوزير حضرتك يعني في تاريخك لما يجي نبص في السي في بتاع حضرتك، سيادة الوزير من يعني خريج 81 تكنولوجيا اتصالات من 81 ل 2015، احنا بنتكلم في 34 سنة. حضرتك تدرجت فيهم ما بين العمل بداية من شركة زيروكس البدايات، بعد يعني بعد حضرتك خلصت الخدمة العسكرية تقريبا بسنة بالظبط، مرورا بقى بشركة يعني احنا خدنا زيروكس، وبعد كده حضرتك كنت رئيس لجمعية الموارد البشرية لمدة 6 سنوات، واعتقد ان كانت ليها تأهيل لمدير إدارة الموارد البشرية بفودافون، ثم منها إلى منصب نائب مدير عام الشركة، ثم المدير الإقليمي لبرع كفايه اللي هي فودافون، اللي اعتقد هي بتضم حوالي 12 دوله. في خلال التسلسل دوت، حضرتك ممكن تقول لي ايه اهميه الموارد البشريه وازاي هي كانت سبب وصول حضرتك لينا النهارده؟ الحقيقه اداره الموارد البشريه هي اداره اساسيه وهامه جدا في نجاح اي عمل لاي مؤسسه ايا كان. النهارده انا هقول لحضرتك، لما كنت بشتغل اول بداياتي لما اشتغلت في شركة زيروكس زي ما حضرتك ما قلتي، كان إدارة الموارد البشرية هي اللي قدرت تتوصل إن هذا الموظف بوتنشال. يعني إيه بوتنشال؟ يعني هيقدر يمشي في الكارير بتاعه بسرعة عن زمايله، هيقدر يفيد المؤسسة أكتر. فحصل تركيز عليا في عملية التدريب وعملية التأهيل وعملية الخبرات المختلفة، إزاي أكتسب خبرات مختلفة. فأنا بأدين أساسا لبدايتي لإدارة الموارد البشرية. لو كان الشركة ساعتها فيها إدارة بيسموها مستخدمين أو بيسموها إدارة شؤون العاملين، ما كانش لا يمكن أنا همشي في الكارير بتاعي أو في التدرج الوظيفي بتاعي، ولا بالسرعة ولا بالنجاح اللي حصل. فبعد كده حضرتك النهاردة عندنا مبدأ في البيزنس أو مبدأ في إدارة الأعمال، إن كل حاجة يستطيع المنافس بتاعك انه يعملها تاني يوم. حضرتك عملت سيستم جديد او نظام جديد في المؤسسه، تاني يوم ممكن يعمل زيه. جبت برودكت جديد او منتج جديد، تاني يوم يعمل زيه. بالنسبه لاخبار اليوم، طلعت اصدار جديد، تاني يوم. عملت مجال للحوادث، بعديها باسبوع تلاقي كل الناس عملت مجال للحوادث. الحاجه الوحيده اللي المنافس بتاعك ما يقدرش يعملها او يعمل منها كوبي هي الناس اللي عندك. قوتك في المؤسسه او في الشركه هي الكفاءات البشريه اللي موجوده عندك، كيفيه تدريبهم، كيفيه مساعدتهم للمؤسسه للنجاح، كيفيه انك تجيبهم الصبح المؤسسه وهم سعداء بمجيئهم وعايزين يعطوا، بدل ما هو جاي في بعض المؤسسات اللي هي مش ناجحه ان بيجي الموظف هو يعني شايل الهم. فاداره الموارد البشريه هي المسؤوله عن اختيار انسب العناصر للالتحاق بالمؤسسه. نمره 2، مسؤولة عن وضع الهياكل التنظيمية اللي تساعد على النجاح، مسؤولة عن تدمير الموارد البشرية اللي موجودة ويعني إعطائها أحدث أنواع التدريب والتنمية اللي موجودة، مسؤولة عن إزاي نحفز الموظف وإزاي نحاسب المسيء ونحفز الناجح ونفرق ما بينهم في المعاملة، عشان ما يبقاش زي ما بيحصل في بعض المؤسسات كل الناس بتاخد الإدارة علم فن. ده يعني تعريف عام نعرفه، ولكن ما زالت الى يومنا هذا اداره الموارد البشريه ثقافه لم يتم تفعيلها في مصر، لسه ما حسناش بيها. وطبعا ما اعرفش اذا كنت حضرتك شايفني الراي ولا لا، بس اعتقد ان هي سبب نجاح كل الشركات العالميه حتى الموجوده هنا وطن البراند اللي هنا موجودين في مصر، او نجاح الدول الاوروبيه. فحضرتك ممكن تقول لي حضرتك شايف ايه وجهه نظرك في الفتره اللي جايه لمصر كوزير سابق، وك يعني تقدر تقول ايه حد درس الموارد البشريه، حضرتك شايف مصر بعد قد ايه ممكن توصل لها؟ الحقيقه زي ما حضرتك قلتي، احنا كان زمان ما عندناش هذه الثقافه خالص. لما دخلت بعض الشركات العالميه مصر وجابت معاها ثقافه اداره الموارد البشريه وكيفيه الاستفاده من العنصر البشري الى اقصى الدرجات، وازاي العنصر البشري يبقى هو سبب نجاح المؤسسه، فبدات بعض الشركات المصريه تتعلم منها، وبدا الكونسبت او المبدا بتاع اداره الموارد البشريه يتعرف في مصر. وده ما حصلش الا من 20 سنه فقط، قبل كده ما كانش عندنا هذا المبدا.
الإدارات أو المؤسسات الحكومية لم تلحق بهذا. فرغم أن المؤسسات المصرية، الشركات المصرية الكبيرة اللي هي قطاع خاص بس شركات يعني حجمها كبير، استطاعوا أن هم يتحولوا إلى إدارات الموارد البشرية. أنا بشوف دلوقتي بعض المؤسسات تصرف مصاريف على التدريب وعلى التنمية وعلى اختيار العناصر المناسبة بشكل لم يحدث في السابق. التخلف جه منين؟ من المؤسسات الحكومية. المؤسسات الحكومية ما زالت بتشتغل بنظام شؤون العاملين، حتى في الهيكل الوظيفي بيكتبها شؤون العاملين. كويس بيكتبها شؤون العاملين، يعني مثلا هو عارف انه ما عندوش إدارة موارد بشرية. لما كنت في الوزارة، في وزارة التنمية البشرية التنمية الإدارية، من الحاجات الأساسية اللي بدأت أعملها والحمد لله اكتملت إلى حد ما دلوقتي، هي اتفقت مع الجانب الألماني إن هم هيساعدونا في إنشاء نموذج لإدارة الموارد البشرية داخل الحكومة. والحمد لله اللي أنا عرفته من الأخوة هناك إن هذا النموذج خلص وبدأ تطبيقه في مكانين تحت التجربة. فده كان دعم فني ومادي من ألمانيا، من مؤسسة التعاون الألماني التنمية الألمانية. والحقيقة يعني أعتقد إن المنظر أو الشكل بتاع الإدارة اللي أنا شفته والدوكيومنتيشن او الشرح بتاعها، لو بدا تطبيقه في الحكومه في خلال من سنتين لخمس سنين، هيبقى عندنا في جميع المؤسسات الحكوميه اداره للموارد البشريه. سياده الوزير، التقييم اللي موجود داخل المؤسسات الحكوميه زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي 98% تقريبا، يعني تقدر تقول امتياز لكل عامل. فاعتقد ان النسبه في ظاهرها خوف، يعني هل حضرتك شايف ان دوت بسبب العلاقات الشخصيه الموجوده في المؤسسه وعدم وجود ضوابط لدوت، ولا شايف حضرتك سبب ايه؟ لا، هو السبب الرئيسي ان مفيش اساسا نظام تقييم واضح عشان يقيم الاداء بتاع كل موظف. ال 97% انت هتقول 97% مستغربه؟ لا، هم 99%. 99% من العاملين في الحكومه التقرير السنوي بتاعهم امتياز. فده على الورق احنا عندنا افضل حكومه في العالم. لان مفيش حكومه في الدنيا بتطلع 99% و 98% ثقافه اعاده التاهيل او اعاده التدريب داخل الموارد البشريه، ثقافه بنحتاجها في الفتره الحاليه، لان احنا بنلاقي المؤسسات الحكوميه او المصالح الحكوميه عامه فيها بطاله مقنعه. القسم يحتاج خمس افراد مثلا، فيه حوالي 14 16 يعني ما لهمش اي دور. في اعاده التاهيل بيتم استخدام الناس الموجودة ديت، ويشوفوا فيهم نقاط القوة والضعف لجنيتها، وإعادة توظيفهم في أماكن أخرى عشان ندفع بيهم لقدام. فهو ده نفس النظام اللي اتعمل عالميا وأوروبيا، في إن أنا أهتم بالعنصر البشري وأعتبره هو ثروتي الحقيقية. دول كبيرة أوي زي اليابان مثلا أو الصين قامت على ثقافة العنصر البشري وليس الماديات، وخصوصا بعد الحروب اللي قامت. فحضرتك شايف إن إحنا إمتى في مصر هنقدر نقول إحنا اهتمينا بالعنصر البشري وهو حاجة مهمة بالنسبة لنا؟ أولا انا عجبتني اسئلتك، لانك واضح ان انت يا اما فاهمه يا اما محضره كويس. لان التدريب احنا بنسميه التدريب التحويلي. التدريب التحويلي ده ان انا يكون عندي في اي مؤسسه او اي دوله او اي اورجانيزيشن عندي محتاج عماله معينه وعندي زياده في تخصص معين. الحكومه كلها كده، محتاج الحكومه مازالت بتعين ان في احتياج لتخصصات معينه غير موجوده، وفي نفس الوقت عندنا مؤسسات مكتظه في العالميين اللي ما لهمش دور او ما لهمش شغل. فمن ضمن القسم بتاع التدريب وتنميه القدرات البشريه في الموارد البشريه حاجه بنسميها التدريب التحويلي. التدريب التحويلي يعني ايه؟ يعني انا ادرب واحد بغرض اني احول مساره من الوظيفه اللي كان بيشتغلها الى وظيفه انا محتاجها، انا كمؤسسه او كدوله او كده. فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل ثلاث خطوات، حضرتك قلت اثنين منهم. اول خطوه بعمل له اسسمنت او اعاده تقييم عشان اشوف ده ينفع فيه. لو هو عندي عماله زايده في قسم الارشيف او في قسم الحسابات، طيب هو بيفهم كويس في الحسابات، طب انا بعمل له هذه الاختبارات او تقييم الاداء بتاعه او تقييم القدرات، مش الاداء، تقييم القدرات، عشان اقدر اشوف احسن مجال لهذا الشخص اللي يتناسب مع قدراته وامكانياته في قسمين. بعد ما بحدد ده، تاني خطوه ببدا اعمل له تدريب تحويلي عشان ادربه على الاساسيات بتاعه المكان الجديد اللي هو هيروح فيه.
ثالث حاجة بعمل لمدة سنة متابعة فولو اب على الأداء بتاعه عشان أطمن إن حصل ماتشي، يعني حصل تطبيع ما بينه وبين الوظيفة والقسم الجديد وما أصبحش بيحس إن ده مش مكانه أو مش ده تخصصه. رئيس عبد الحسيسي في بداية عهده أول ما تولى الرئاسة اتكلم عن إن احنا الفترة الجاية محتاجين نشتغل ونتعب ونحد من الفساد. الفساد اللي موجود في المحليات والموجود في المصالح الحكومية اللي حضرتكم اتكلمت عنه. في الفترة ديت دكتور أحمد زكي بدر لما تولى التنمية الإدارية حاليا التنمية المحلية بيحاول إن هو يحارب داخل المحليات. المحليات طبعا من أكبر الأماكن اللي على البقعة اللي موجود فيها بؤر الفساد. حضرتك شايف ان برنامج المكانة اللي اتبعوه حاليا الحكومة هل دوت في الفترة اللي جاية هيكون واقي ليها ولا هنحتاج حاجة تانية بجانبها، ضوابط أمنية ضوابط قانونية نحتاجها في الفترة الجاية؟ احنا الحقيقة التطوير المؤسسي او الميكنه بتاعه المحليات، يعني العالم كله بيقول انك لما تميكن نظم العمل في المحليات، لان على فكره الفساد في المحليات ده موجود في كل حته في العالم، فلما بتعمل لها ميكنه بتستطيع ان تقضي على 60% من الفساد الموجود فيها، بيتفضل لك ال 40%. ال 40% عشان تقضي عليهم لازم نظام مراقبه ومتابعه جيد، ولازم قوانين تساعدك على انك تدي عقاب رادع للمرتشي او للفاسد. احنا ما زالت القوانين بتاعتنا ونظم التقاضي بتاعتنا في الحكومه غير رادعه للفاسدين وغير رادعه للناس اللي يعني بتسوي لهم نفسهم ان هم يستولوا على المال العام. فالميكنه هتغطي من 60-70% من الفساد، لكن الأهم منها هي تغيير القوانين حتى نصل إلى عقاب رادع يخلي الشخص يفكر 100 مرة قبل ما يمد إيده للمال العام. سيادة الوزير براحتك دايما ضيف عزيز في بوابة برلين. ألف شكر يا فندم وبالتوفيق دايما.